ووصلنا أكيد لفقرتنا الأخيرة نيرمين. صحيحة، فقرتنا الأخيرة حتكون مميزة، حكينا عن العناية بالشعر قبل، بالفقرة اللي قبل عن ليزر، وبدنا نختم هيك بأجواء رومانسية ولطيفة. شموع على ضوء الشموع. قديش بتعرفي في أشخاص مغرمين بموضوع الشموع؟ عندهم هوس، بتلاقي بيتهم بشكل عام بكل زاوية بنلاقي قطعة وألوان، يعني في ناس بتحب اللون الفرايح الفرفوش بقلب البيت، هيك بيعطي طاقة حلوة أكيد. وصناعة الشموع تطورت، مو بقى نحب عم نستخدم الإضاءة، في ناس تستخدمها لتضيف هيك جو حلو وبروائح العطرة، ودائما متعودين بصباحنا غير يكون معنا هيك حيز للحرفيين. بيسعدنا أكيد نرحب لليوم بالحرفية في صناعة الشموع رشا الإنجليزي. يسعد صباحك. صباح الخير رشا، كيفك؟ الحمد لله، كيفك شرفتينا. أنت هلأ تتذكروا هاي القطعة كانت موجودة بقلب أي شيء جديد على البيت، فكنا رحنا نمسكها، بس أنا ماني عم أقدر طقت منها كتير، عم تخبرني إنه عاملينها بشكل أصلي كتير. تمام. كتير بتفرغ طاقة، وكتير كنا كتير هيك نستمتع فيها يعني. لا هي الفكرة وحدة بس، وحدة على الهواء. هي فكرتها هي إنه أنا جايبتها معي مشان لا دائما شمعاتي بحب دللهم والله، فبلفهم. هلا ابين هيك من الالوان ومن ريحتهم اللي عم نشمها انك بتحبي شغلك. خلينا نحكي عن شغلك بالبيت وكيف بلشتي مشروعك. هلا قصه الاشغال اليدويه هي عشق بالنسبه لي، فانا يعني استمتع بالعمل اليدوي. دائما بحب ادور على الشغلات اليدويه اتعلمها، فكتير قصص بعرف اشتغل فيها. لحد ما يوم من الايام انا عم اتفرج على التلفزيون طلعت سيده عم تعلم كيف بينصنع الشمع، فاستهوتني الفكره كتير وبلشت. خلص كيف لنا كيف، مع انه بعرف انا عندي هيك لمحه عامه انه هو صعب. ما في شيء صعب، بده وقت طويل وبده بال بده وقت طويل وبده بال طويل، بس في شيء تستمتعي بالعمل فيه، هذا نسميه الشغف. تمام، استمتعي. يعني لقيت في متعة شغله، انت بتشتغلي فيها، بدك وقت، بدك كل قطعة إلى روح لحالة، لأنه الظروف اللي انصنعت فيها مختلفة. انت لما تعلمتي شغل الشمع وبلشتي تطلعي أفكارك الخاصة، تاخدي الشكل التقليدي بس بعدين بصير لك لمستك لحالك. حكيتي انه بلشتي بالصدفه، يعني شفتي حدا عم يعلم صناعه الشموع. تمام. طب كيف طورتي حالك؟ ونحن عم نشوف هلا جايبه نماذج مختلفه سواء بالشكل او بطريقه. تمام. التقديم، الفكره الاساسيه بلشت، حتى الانترنت كانت كتير ضعيفه، بلشت اتعلم من الكتب. جيب كتب مختصه بتعليم صناعه الشموع، مختصه بالشمع، جيب كتب اقراها، حتى كتب الاجنبيه مثلا اقرا اشتغل عليها وجرب. لا في قصص مثلا انت بتتعلمي من تجربتك الخاصه. صح. قديش اخذت فتره التجريب معك؟ لهلا بجرب. هو نحن دائما لازم هيك نطور ونجرب. طبعاً. كرمال التطور يكون حلو. خلينا نحكي عن انواع الشموع. اليوم عم شوفك قطع، فرجينا هدول قدامك، الجوري عم تجي على شكل وردي جوريه. هذا شمع بينعمل قالب. هلا اول شيء انواع الشموع، في انواع مختلفه من الشمع. طيبه. في شمع بارافين وهو اللي موجود عندنا بالبلد ودائما بنشتغل فيه، في شمع نحل هذا كمان بينعمل منه، في شمع صويا من مستخلصات نباتيه بيستخلصوه، في شمع النخيل، فكتير شغلات، في انواع شموع مختلفه. يلا مثلا هذا العمل تحسي كيف انه اريح بهذا العمل؟ هلا انا بشتغل بشمع البارافين كونه المتوفر، بدي فوت هلا على خط شمع النحل نشتغل فيه. كل شيء له طريقه بالشغل، كل شيء له حراره، اذا للتدويب له طريقه لحتى ينشف، له فتيل خاص فيه. الفتيل نفسه بس هلا مثلا شمع العسل بده الفتيل تبعه يكون اتخن من شمع البارافين، شمع البارافين احتراقه اسرع. طيب مشان موضوع الاحتراق، يعني لما نشتري شمعه وخصوصا اذا فيها ريحه حلوه بنحب تضل اطول فتره ممكنه، في طريقه هيك لنطول مدى الاشتعال تبعها او حتى نحافظ عليها بظل العوامل الجويه مثل الشوب ممكن تدوب او تخلص؟ ايه بسرعه. هو اصلا اول شغله شغل الشمع في مواد داخليه لحتى تاسي شوي الشمع، فلما بيكون الشمع طري البارافين بدك تحطي له من الماده المقاسه اللي بتقسي اللي بيقولوا لها سيتريك اسيد. هي الماده بتزيديها، اذا الشمع طري بتزيديها كميتها،
اذا الشمع لا هو اصلا قاسي بتقلليها مشان ما تحني الشمعه. اذا شمعه طويله بتحني، ما بعرف اذا الشمع قديم بتلاقوا الشمعه مالت. شمعة صحيح مالت، بيكون صار في حراره، فبأصل صب الشمعه بدك تحطي المواد تبعها، بتعرفي شو الجو المحيط اللي بده يكون فيها وبتنشغل، وفي له نسب معينه بتزيدي بتنقصي، والخبره بتلعب دور. اليوم هو مصدر رزقك رشا، يعني اليوم انت عم تقدري تجني شيء من وراء هاي القصه او عم تروح القصه هوايه اكثر؟ لا انا يعني حتى لو كان شغلي مصدر رزقي فهو هوايه اصلا، هو كرمال يعني تسويقيا. اليوم اذا الصبيه حبت تدخل هذا المشروع ممكن يعمل لها مردود حلو او لا؟ ايه لا بيعمل مردود حلو اذا اشتغلت عليه باستمراريه على طول على طول على طول، شغله حلو وفيه متعه، اللي بيحب شغلته بيبدع فيها. صحيح. هلا يقال انه الشمع بالبيت بيعطي طاقه حلوه، وفي ناس بتقلك لا يعني هاي الشمع بس تبلش تنحرق بتحرق معها قصص ثانيه، فشو رايك بالقصه؟ هلا كل شيء بهالحياه له نهايه اكيد، فبدها تنحرق الشمع اجباري بدها تدوب، بس حتى لما انا بدي اشعلها لي طريقه بشعلها، حتى لما بدها تنشغل لها طريقه بشغلها، فالطاقه اللي بتعطيها الشمعه اول شيء طاقه اللي اشتغل فيها. انت اي شغل يدوي انت عم تعطيه منك، صحيح. هو شقفه منك، فهذا بيكفي انه يعطيكي شيء مختلف. يعني شو يعني تشغيلها؟ خلينا نستعرض المعنى رمين. هلا الشمعه اول شيء اول شعله بيقولوا دائما دائما بيقولوا لك اول شعله للشمعه مهمه كثير بحياه الشمعه. يعني ما بصير انا اشعل شمعه وعشر دقائق لأول مرة وخلاص أطفيها، والله ما لي فاضية هلا أطفيها، لا إذا عشر دقائق لا تشعليها لأنه قصرتي حياتها للشمعة. أول شعلة مهمة لتوصلي لأكبر قطر توصل له الشمعة، يعني إذا ما شعلتيها ساعتين استعدت تشعليها ساعتين، أول مرة لا تشعليها. شو الارتباط يعني غريبة؟ لأنه بده يوصل، لما بتشعل الشمعة شوي بيقوم بصير في بدوب حواليها كمية قليلة، فشايفة هاي الكمية القليلة بتصير بتدوب بهاي، بصير في مثل نفق بقلب الشمعة، بتلاقي حوالي الشمعة كله موشع يعني مو دايب، صار تفريغ يعني صار تفريغ بالنسبة. تمام، فصارت تشعل ضمن هذا النفق، بينما لو توصليها لأكبر دائرة إلها بصير كل ما بتشعليها دائما تشعل ضمن هاي الدائرة الكبيرة. أكيد. والشمعة ما بتنشعل أكثر من 3 إلى 4 ساعات، لازم تنطفى بعدين لأنه بتسخن بتصير بتدوب بسرعة. حتى الشمعة فيها تقنين يا مدام. لا اشعليها واشعلي غيرها. أوكي. اطفي واحدة واشعلي واحدة. خلينا نحكي عن طريقة التقديم المميزة عندك، كمان عم تمرق صور، بنشوف في شمعات كأنه عم ترسمي عليها هون أو مطبوع شيء، وفي شيء مثل هون في بذور. هي شمعة فيها لافندر وبتلات ورد. وحتى معطر بعطر اللافاند. حتى القدام عليك خليها بس هيك ناخذها كمان ظريفه. اي وحده؟ الورده كمان. هلا هي ديكوباج، هي بساوية ديكوباج، فينا نرفع؟ تفضلي. هي بتنزل الرسمه على الشمعه، بعد ما تخلص الشمعه بنزل الرسمه على الشمعه. يعني نحن عم نحكي مثل رسمه او لوحه فنيه. تمام. مو بقى تمام. صناعه شموع فقط او روائح حلوه. فانا كيف بتتنزل؟ أعطيك الطريقة يعني هيك بشكل سريع، يعني بترسميها رسم بإيدك؟ لا أنا بجيبها مطبوعة، يا أما أنا بطبعها على ورق خاص، يا أما بجيب ورق المحارم تبع الطاولة. أيوة تمام. فهاد بتاخدي الوش الرقيق كتير 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 وبالحرارة بتنزليه على الشمعة. يعني جمال ما بينتهي الحكي الحديث عنه، وبيضل عنا كل يوم تجديد وابداعات جديده. بدنا نتمنى لك كل التوفيق مدام بمشروعك الجديد. تسلمي لي يا رب. ونشجع هيك الصبايا اليوم ليكون عندهم مشروع خاص ان شاء الله باذن الله. شكرا. اي حدا يعني انا ما عندي مشكله باعطاء المعلومات، اي حدا بحب يسالني على معلومه معينه ما كنتي بخيله فيها، انا كنت عم تعطيهم على الهواء. بنشكرك كثير لوجودك معنا وكل التوفيق بمشروعك. الله يخليك. شكرا لك. شكرا مدام، نورتي صباحنا. شكرا. نورتينا. الله يخليك. شمعك لليوم.